السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهرت صور لبحار تشتعل، فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا؟ يقول أحسن الله عليكم: ظهرت صور لبحار تشتعل، فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا، أم أن هذا يكون يوم القيامة فقط؟ هذا والله أعلم أنه افتعال من بعض الناس. من الذي قال هذا؟ ومن الذي قال أن البحار تشتعل؟ هذا يوم القيامة، إذا البحار سجرت يوم القيامة لقيام الساعة. أما الآن البحار كما تعلمون بحار مياه، البحار مياه ليست نارا، وفيها مصالح للناس للسير فيها بالمراكب ونقل البضائع والأسفار. لو هي تشتعل ما استطاعوا الناس يسافرون عليها، ولا استطاعوا تمشي فيها السفن والبوارج والمراكب، فهذا يظهر أنه مفتعل. نعم.